والآن إلى فلسطين الحبيبة وتحديدا من غزة في فقرة حول العالم، حيث قام صديق برنامج 7 على 7 سائر مسعود بإرسال تفاصيل عن فعاليات بطولة ريتشل كيري الخامسة للأشخاص أصحاب الهمم. لنتابع سويا ما رصدت كاميرا موبايل صديقنا سائر من فقرة حول العالم. يسعد أوقاتكم جميعا مشاهدين قناة الفجيرة مطلع الشمس، برنامج 7 على 7 في فقرة حول العالم. أنا سائر مسعود متواجد في قطاع غزة فلسطين، واليوم حنتعرف على بطولة ريتشل كيري الخامسة للأشخاص ذوي الإعاقة اللي بنفذها نادي البسمة بالشراكة مع اللجنة البارالمبية الفلسطينية. وأكيد في هذه البطولة هناك رسائل يريد أن يوصلها اللاعبون، لأن معظم المشاركين مصابون من آثار العدوان على قطاع غزة ومصابون من مسيرات العودة. طبعا الراحلة ريتشل كيري هي أمريكية الجنسية، ولدت في 15 أبريل 1979، وهي مناضلة من أجل العدالة والسلام. قتلت بعائلة إسرائيلية في عام 2003 عندما وقفت لتمنعهم من هدم بيوت المواطنين في مدينة رفح، فداستها جرافة إسرائيلية لأنها لا تفرق بين الحجر والإنسان والمتضامن والمواطن ولا تفرق في أي شيء. وسميت هذه البطولة باسم المناضلة ريتشل كيري تخليدا لها ولتضحياتها، وهذه البطولة الخامسة على التوالي الذي ينفذها نادي البسمة المعاقين من نهاية كل عام وبالتزامن مع يوم المعاق العالمي. عبيد مدربة نادي الجزيرة، خريجة تربية رياضية. طبعا احنا مشاركين ببطولة ريتشل كيري للعام الخامس على التوالي، طبعا مشاركة بفئة شباب وبنات من نادي الجزيرة بلعبة السلة للكراسي ولعبة التنس الطاولة ولعبة العاب القوى. انا بشجع هيك المشرفين على هيك مباريات لانه بيعطوا حقوقهم لذوي الاحتياجات الخاصة، لانهم بواجهوا كتير صعوبات. انا كمدربه واجهنا كتير صعوبات اول بدايتي لتدريبي في النادي، انه ما في مكان للتدريب للبنات، انه كنا نتدرب في النادي على رمل ما بنفع لهم كراسي متحركه للسله، فكنا نواجه كتير صعوبه حتى نحصل على الملعب نتدرب فيه. وان شاء الله هيك نطلع. طبعا النادي تبعي يشارك برا في المحافل الدوليه، احنا شاركنا قبل هيك في فئه شباب، ونتمنى ان شاء الله كمان البنات يشاركوا عندي. طبعا تحيه لتلفزيون الفجيره مطلع الشمس. أنا مشاركة في دورة تدريبية لبطولة ريتشل كيري الخامسة للرياضيين لذوي الإعاقة 2018. تم تناول شغلات أساسية بتخص أشخاص ذوي الإعاقة، منها أساسيات لغة الإشارة، مصطلحات لغة الإشارة الرياضية، قانون التحكم الدولي لرياضة كرة السلة، علم التدريب الرياضي لذوي الإعاقة، وعلم تصنيف الرياضي لكرة السلة. تم استهداف فئات من أشخاص ذوي الإعاقة من النوادي الرياضية في غزة. من بعد التدريب تم زيادة للمعلومات، بناء قدراتهم لأشخاص ذوي الإعاقة. دورة في علم التدريب الرياضي لذوي الإعاقة لإحياء ذكرى الشهيدة ريتشل كيري، ومن ضمن فعاليات بطولة ريتشل كيري لعام 2018 الخامسة. الهدف من هذه الدورة هي نشر الثقافة الرياضية لذوي الإعاقة على مستوى الخريجين من الجامعات والمدربين والرياضيين والمهتمين. شقورة عضو اللجنة البارالمبية الفلسطينية ومدير نادي البسمة للمعاقين ومشرف عام بطولة ريتشل كيري الخامسة. تأتي هذه البطولة للعام الخامس على التوالي، بحيث تنظم للأشخاص الرياضيين من ذوي الإعاقة
بدعم كريم من مؤسسة ريتش الكوري للعدالة والسلام، تسجيدا وتخليدا لروح الراحلة ريتش الكوري التي ضحت بروحها من أجل عدالة القضية الفلسطينية. تتميز هذه البطولة للعام الخامس على التوالي بأكبر عدد من المشاركين، حوالي شارك أكثر من 200 لاعب ولاعبة من الأشخاص ذوي الإعاقة، غطوا كافة مناطق قطاع غزة من رفح حتى بيت حنون. كما تميزت هذه البطولة أنه تم تنظيم دورات فنية قبل البطولة واختيار الطاقم الفني المتخصص من أجل الإشراف وتنظيم هذه البطولة. كذلك كان هناك عدد من الفعاليات، أبرزها سباقات المضمار تحت إطار ألعاب القوى وتنس الطاولة لكلا الجنسين. نحب أن نشكر تلفزيون الفجيرة مطلع الشمس. أنا ياسمين الشوال، أخصائية نفسية في مدرسة شمس العمل للمعاقين حركيا. أطفال مع أطفال ذوي الإعاقة الحركية بيعانوا من إعاقات متنوعة، من ضمنها شلل رباعي، جمور في الدماغ بشكل بسيط. إحنا كتير حلو يحس الطالب إنه هو زيه زي أي مدرسة عادية، من حقه يتعلم، من حقه يلعب، خاصة موضوع الرياضة. فكانت الأنشطة موائمة جدا لأطفالنا، وأكيد لاحظتوا الفرح الشديد على الأطفال واندماجهم في الألعاب. نشكر كتير لتلفزيون الفجيرة مطلع الشمس على تصويرهم للاحتفال وعلى متابعتهم وعلى تتبع حركات طلابنا خطوة بخطوة علشان يطلعوا البسمة الجميلة على أطفالنا للعالم كلياتها. وشكرا كتير لإلها وشو يعطيها ألف عافية. طبعا احنا اليوم موجودين في مباراة كرة القدم لذوي البتر في ملعب بلدية دير البلح. طبعا كل اللاعبين مبتورين من اثار الحروب على قطاع غزة، وهذه اللعبة هي رسالة تحدي من الاشخاص ذوي الاعاقة بانهم قادرين على ممارسة حياتهم الرياضية، لكنهم يحتاجون الى عناية ويحتاجون الى من يحتويهم. أنا الجريح أيمن محمد زقود. الحمد لله كان تفاعل جيد جدا من الجميع، من كل الأندية. في تميز، في رياضات جديدة دخلت على الساحة في مكتب. فنتقدم بالشكر لنادي البسمة ولداعمين بطولة ريتش الكوري وللأندية اللي شاركت كلها ولجميع إخواننا ذوي الإعاقة وللإعلام وتحديدا تلفزيون الفجيرة. كل الشكر لكم لدعمكم ولاهتمامكم لتغطيتكم للأحداث، وكل عام وانتم بألف خير. أنا عبير الهروكلي، لاعبة في نادي السلام للأشخاص ذوي الإعاقة، طبعاً مشاركة للعام الخامس على التوالي في بطولات ريتش الكوري. والحمد لله اليوم احنا أخذنا المركز الأول في كرة السلة، وطبعاً أنا أخذت المركز الأول في تنس الطاولة جلوس. والحمد لله يعني بأبارك لنفسي ولنادي السلام بهذا الفوز، وبحكي للمجتمع ولكل الناس انه احنا قادرين وانه غيروا نظرتهم تجاه الاشخاص ذوي الاعاقه. طبعا كل التحيه لتلفزيون الفجيره ومطلع الشمس لجهود الجباره معنا في هذه البطوله. على المركز الاول في كره السله على الكراسي المتحركه، هنيئا لكم هذا الفوز. هذا الاحتفال الرائع بنكون هنا بطوله ريتش الكوري الخامسه للاشخاص ذوي الاعاقه الذين اخذوا نادي البسمه بالشراكه مع لجنه الاولمبيه الفلسطينيه. طبعا هذا الاحتفال جمع عدد كبير من المشاركين في البطولات السابقة وجمع الأندية المشاركة لكي يتوجوا على أرض صالة سعد صايل في قطاع غزة. تحية لتلفزيون الفجيرة مطلع الشمس.